المحاضرة بتاع النهاردة من فلاتر 103 بتتكلم عن باقي التصميم. التصميم اللي احنا هنعمله النهاردة في الدرس ده هو الديالوج. الديالوج لما بيطلع لما انت بتيجي تعمل اد للنيو جول او بتعمل اديت للجول الموجود بالفعل. فالديالوج دي بتتعمل ازاي؟ احنا بنعملها بشو ديالوج. فتعالوا مع بعض نشوف ازاي بنعملها وازاي بنصمم الشكل بتاعها. يلا بينا. ماشي يا شباب، احنا كنا واقفين عند الفلوتنج اكشن باتن، والمفروض ان احنا لما نضغط على الفلوتنج اكشن باتن ده ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان احنا هيظهر لنا هنا ديالوج. الديالوج ديت فيها الكلام زي ما في الصوره اللي احنا شفناها هنا بالظبط، اللي هي ديالوج. تمام. فاحنا عشان نعمل الديالوج دي نعملها ازاي؟ والله احنا عندنا في فانكشن هنا جاهزه في الفلاتر اسمها شو ديالوج، تعالوا نستخدمها. فاحنا نقوم قايلين شو، وزي ما احنا قلنا دي فانكشن مش كلاس. يعني ايه؟ يعني بتبدا بسمول وبعد كده ديالوج، تاني كلمه فيها بتبدا بكابيتال، لان الكامل كيس بتقول ان الفانكشنز والفاريبلز بتبدا بسمول، وتاني كلمه وتالت ورابع وخامس كلمه اي كلمه تانيه بكابيتال، لكن اول كلمه بس بسمول. اما في حاله انها كلاس فبتبدا بكابيتال واي كلمه تانيه برضه بكابيتال. تمام. فدي الكامل كيس. فاحنا نقول شو ديالوج. الشو ديالوج بتاخد كونتكست وبيلدر. خلي بالكم عشان الكونتكست ده المفروض هو نفس الكونتكست بتاع الكيوبيت لما نيجي نشتغل على الكيوبيت. تعالوا بقى في البيلدر، احنا ممكن ما نديلوش اي حاجة، نديله بس ايه بارامتر فاضي كده، ونفتح له القوسين دول، او حتى ما نفتحش القوسين، نعمل يساوي اللي هي الارو فانكشن. البيلدر ده هنحطه جواه ايه بقى؟ اليرت دايلوج. بس تعالوا نحط هنا سيمي كولن الاول عشان نخلص المواضيع يعني. طيب نحط هنا اليرت دايلوج. اليرت دايلوج جوه الاليرت دايلوج بيبقى فيها كونتنت، وده اهم حاجه، وشيب. تعالى ناخد الشيب الاول ونديله راوندد ريكتانجل بوردر. جوه راوند الريكتانجل بوردر هنديله البوردر راديوس. بوردر راديوس بوردر راديوس راديوس دوت سيركلر دوت سيركلر، ونديله السيركلر نديها له 20 زي دي. ماشي. نحط الكوما وبعد كده هنخش على الكونتنت. سو الكونتنت بس الكونتنت بره الشيب، هنيجي هنا نعمل له كونتنت. الكونتنت هنا اي حاجه ممكن نديه كونتينر مثلا، اوريكم حاجه بس عشان ايه تبقوا فاهمين قصدي. ونحط هنا كلر ونديله كلرز دوت ريد، ونيجي هنا نديله هايت اتش اي اي، ونديله الهايت 100. تعالوا بس نعمل هنا هوت ريلود عشان اوريكم ايه اللي بيحصل قدامنا هنا ما نبقاش بنكتب على عمان. طيب وهنا عملها خلاص. بصوا ايه اللي حصل، هي دي الدايلوج اللي ظهرت قدامنا. الدايلوج عباره عن راوندد ريكتانجل، ادي الراوندد ريكتانجل، وادي الكولوم او الكونتينر اللي احنا حطيناه. الهايت بتاعه 100 والكلر بتاعه ريد جوه الديالوج اللي فوق دي. تمام. ديت حاجه زي بادنج، الفرق ما بينها وما بين الابيض دول يعني بادنج ده كله جوه الاليرت دايلوج. تمام. فاهمين قصدي؟ فاحنا المفروض ان احنا هنملى جوه الايه الكونتينر الاحمر ده. هنملى ايه بقى؟ هنملى زي الصوره. تعالوا نشوف الصوره. المفروض هنا في مكتوب رايت يور جول، وبعد كده تكست فورم فيلد، وبعد كده اتنين باتونز. فتعالوا نعمل الكلام ده مع بعض. فاحنا ممكن نعمله رو او نعمله كولوم في كونتينر، بعد كده تكست فورم فيلد، وبعد كده رو في اتنين باتونز. طيب تعالوا هنا هنكتب كولوم. كولوم جوه الكولوم في تشيلدرن، ادي تشيلدرن. جوه التشيلدرن هنحط اول حاجه كونتينر. كونتينر هنديله الكالر colors dot blue، نديله blue 900. ماشي 900. وبعد كده هنيجي نكتب جواه، المفروض هنحط child بس نديله height الأول. ماشي height، نديله height 30 مثلا. بعد كده نديله child. الchild ده عبارة عن center، وجوه center
في child text، ادي child text تمام، نكتب التكست والتكست بتاعنا هنحط جواه write your goal صح، write your goal تمام، وممكن نديله ستايل، اديله ستايل تكست ستايل، جوه التكست ستايل هنديله فونت سايز او فونت ويت بولد، ادي فونت ويت دوت دبليو 700 حلو، دبليو 700 وبس كفايه، نديله كونستنت زي ما هو عايز. احنا عملنا الكونتينر ده اول تشايلد، بعد كده هنعمل تكست فورم فيلد، تعالوا نعمل تكست فورم فيلد، هنعمل جوه تكست فورم فيلد هنعمل ديكوريشن، وجوه ديكوريشن هنعمل طبعا في هنا كوما عشان ما يديش ايرور، وجوه ديكوريشن انبوت ديكوريشن، يعني انبوت ديكوريشن، جوه الانبوت ديكوريشن هنديله بقى شوية حاجات، أول حاجة فيلد أيوة ترو، والتاني حاجة color أو فيلد color، color يعني فيلد color، نديله colors دوت وايت دوت وايت، وبعد كده هنديله المفروض نديله ايه تاني، نديله label، label جوه label المفروض نديله text صح ولا ويدجت، يبقى اديله تكست زي ما قلنا، جوه التكست المفروض هنكتب write your goal، write your goal او write here، write here تمام، ونعمل شوية نقط تمام، ده الليبل اللي بيبقى مكتوب جوه، هتشوفه دلوقتي شكله. وبعد كده الليبل المفروض هنعمل ايه، border radius ولا نعمل ايه، floating label، floating label عايزين نعمله false، floating label behavior dot مفهود never تمام، وبعد كده نعمل border radius او content border ماشي، outline input border، جوه الاوتلاين انبوت بوردر هنديله البوردر ريديوس، بوردر ريديوس دوت سيركلر، المفروض دوت سيركلر ونديله 10 في 10، حط الكوم في الكونتنت بادنج، كونتنت بادنج المفروض نديله دبل نمبر صح، ايدج انسيتس ماشي، ايدج انسيتس دوت اولد هنديله 8 من كله، 8 لطيف من كله ماشي، خليها 5 خليها 5. تعالوا بقى نوريكم الحاجات دي كلها ايه معناها، طبعا احنا مدينه الكلر مدينه الليبل وقايلين له الليبل ما يبقاش فيه بيهيفير، تعالوا هوريكم ايه معنى الكلام ده، بصوا هتشوفوا النتيجه بتاعته هنا حرفيا قدامكم، بصوا هي ديسميسبل، يعني اول ما بتكه كده بتكه كده وتكه تاني بتطلع، ممكن اخليها فولس الديسميسبل ديت اخليها فولس، بس انا اخليها ترو عادي تمام. هو هنا مديني رايت يور جول اهو، وبعد كده التكست فورم فيل، وده شوف الراديوس وشوفوا الليبل جوه هنا تمام. فانا لو خليت فيه مثلا مسافه ما بينه وما بين الكونتينر، زي مثلا اكتب سايزد بوكس ومسافه يعني افق اسمها ايه عموديه، اذا فيرتيكال يبقى هايت تمام، هنديله هايت 5 وهحط هنا كوم عشان ما بين الشيلدرن وبعضها لازم يبقى فيكم. تعالوا لو احنا عملنا كده تاني، انا بس عايز اوريكم ازاي بنديزاين، مع ان ده مش موضوع الكورس، احنا موضوع الكورس اللوكال داتا بيس، بس احنا خلاص يعني هنخلص بس الديزاين ده واحنا كده وصلنا لمرحله ان شاء الله كويس. طبعا نطلع منه وشغله تاني عشان تشوف النتيجه، اي في هنا ايه بادنج ما بينهم هما الاثنين. طيب انا لو قمت جاي هنا شايفين الفلوتنج بيهيفير، قمت انا ايه عامل لها كومنت كده، قمت عامل كده قمت طالع وقمت مدخل تاني، بصوا كده ايه اللي بيحصل، رايت هير طلعت فوق هنا، طلعت فوق
ده معنى الفلوتنج، فانا مش عاوز اتعمل كده، فانا هسيب. عشان كده قلت له فلوتنج ليبل بيهيفير دوت نيفر، ما تطلعليش فوق. تمام. وده طبعا الراديوس زي ما احنا قلنا، وده البادنج. بصوا البادنج الكرسر هنا في مسافه هنا 5 وفوق 5 وفي تحت 5، هي تحت اكتر من فوق، فوق وتحت اكتر ماشي، بس انا بتكلم على الكونتنت نفسه. في مسافه هنا 5 اهي، وتحت زود عليها 5 على الموجوده، وفوق زود برضه عليها 5 على الموجوده، لان انا مديله اول 5. تمام. بس تعالوا بقى نرجع، احنا اولا نخلي ال اسمه ايه الكالر بتاع التكست ابيض، لان شكله هنا كده مش لطيف خالص، فاحنا هنخليه كالر. هو عامه اي لون تاني في الخلفيه يعني غير الابيض يبقى خلي الكالر بتاع التكست ابيض، فاهمين قصدي؟ يعني لون في الخلفيه بتاعك غير الابيض يبقى لون التكست ابيض، بس طبعا لازم اللون يبقى ايه تقيل شويه او غامق شويه عشان الابيض يبقى واضح. فاحنا نديله colors dot white. ماشي. تعالوا بقى نعمل هنا اول حاجه الهايت بتاع البتاع ده كبير قوي، فممكن نخلي الكولوم ده نخليه نحطه في كونتينر، والكونتينر ده نديله هايت، هنديله هايت الهايت ده نديله مثلا 200. حلو 200. نجرب ديسميسبل، عايزين نشيل ديسميسبل، هسيبها ديسميسبل اهي كده احسن بكتير. تمام. يلا بقى نكمل، احنا كده فاضل لنا ايه غير التكست فيلد ده؟ المفروض ان احنا هنحط الاثنين باتنز اللي عندنا دول. يلا نحط الاثنين باتنز، المفروض ان هم هيبقوا في رو، الرو هنا بعد التكست فروم فيلد، هنقوم قايلين له رو، والرو في تشيلدرن طبعا، والرو جواها تشيلدرن، تشيلدرن وجوه التشيلدرن هندي elevated button. طيب elevated button، وجوه ال elevated button في طبعا ال empress، وفي ال child، ال child ده هيبقى text على طول، وال empress خليه نديله anonymous function لغاية ما نيجي وقتها ونحتاجها لها يعني، ونحتاجها ونستخدمها، ونحط ال anonymous function، وال child هنا نديله text، نحط التكست يا باشا، ونحط جوه التكست مثلا أي حاجة، هنا add مثلا. تمام. هنا هنيجي جوه ال elevated button هنديله style، جوه الستايل هنديله باتون ستايل، ادي باتون ستايل، وجوه الباتون ستايل هنديله الكالر، يبقى كالر باك جراوند كالر. طيب باك جراوند كالر من نوع ايه؟ من نوع ماتيريال ستيت بروبرتي. طيب هاتها كوبي كده، كنترول سي، احطها هنا كنترول في دوت اول ماشي، واديله كالرز دوت، بما انه اد خلي ناد ريد والكنسل هو البلو، ولا نخلي العكس؟ اخليه ماشي الادر ده، هو هنا كان الاد ايه؟ الادر. طب خلاص خليه اوكي زي ما هو عاوز هنا. تمام. يبقى الاد دوت ريد. تمام. بس كده احنا كده تمام قوي. بصوا كده لما نشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي. تعالوا عشان هنعمل شويه حركات هنا دلوقتي حالا. ماشي الاد هنا بقى لطيف هنا خلاص، حلو جدا. طيب انا عاوز احط بقى واحد زيه كده كمان جنبه، فهنقوم واخدين كده ونقول كنترول دي، كنترول دي هيعمل لي نسخ دي ويحطه تحته، بس هنعمله هنا بدل اد هنخليه كانسل، وبعدين هنخلي بدل ريد بلو بلو، والمفروض ان احنا هنحط عايزين نخليهم ياخدوا المكان بتاع الايه الرو كامل. يعني ايه ياخدوا المكان بتاع الرو كامل؟ بصوا كده معايا، هنا واخد حته اهو، واخد على قد الكلام اللي فيه، وهنا برضه واخد على قد الكلام اللي فيه. هنحط ما بينهم سايز بوكس كابيتال، سايز بوكس، ونديله ويدز، ويدز ونديله 5، وبعدين كوما، وعاوزين ده بقى ياخد المكان كامل، وده ياخد المكان، يعني ده ياخد نص الرو وده ياخد نص الرو برضه. تمام. ويوصلوا للاخر. فانا الحل في حاجه زي كده ايه هو؟ الحل ان انا اعمله اكسباندد، اكسباندد هياخد كل المكان اللي عنده او كل المكان الفاضي، فانا لما اعمل الاثنين اكسباندد هيقسم المكان ما بينهم. بس ادي اكسباندد تمام، وادي الثاني اكسباندد. طبعا انا بعمله ايه؟ راب ويز ويدجت، ادي راب ويز ويدجت، واخلي الويدجت دي الاكسباندد. ساعات بنستخدم الفلكسبل او بتبقى برضه لطيفه في بعض الاحيان، ولكن مش وقتها دلوقتي. تمام. احنا كده تمام، بس هنصغر البتاع ده شويه اعتقد يعني، وكده يبقى 100 100. بس هنصغر بقى البتاع ده شويه
بدل ما هو 200 كده، احنا كنا مدين الكونتينر 200، 140 حلو. ممكن بس ايه الراوندد كتير قوي في الكونتينر ده، فاشيل اخلي الراوندد اقل من كده شوية. يعني انا مديله هنا البوردر ريديوس فين، مديله هنا فين البوردر ريديوس بتاع ده هنا في التكست فورم فيلد. صغر بس شوية عشان نشوف الدنيا. ادي كونتينر خلصناه، وبعد كده التكست فورم فيلد اهو فين البوردر ريديوس 10، نخليه 3. تعال نشوف، ماشي كده احسن شوية، ماشي تمام. وبس كده احنا كده خلصنا اول دايلوج معانا، وهي تقريبا نفس الشكل ده، ولكن لا الدايلوج ده طبعا فرق بس في شوية حاجات بسيطة زي البوردر والكلام ده. طبعا هنا البوردر ازيد بكتير، المفروض نقلله شوية، وفي هنا مسافة برضو كتيرة تحت ممكن نستغلها شوية. ممكن انتوا بقى تجربوا مع نفسكم عشان ايه تعدلوا الحاجات البسيطة دي، ولكن هي نفس الدايلوج بنفس التصميم بتاعها. طيب احنا كنا قلنا هنعمل دايلوج كمان لما التكة هنا يظهر لي، خلاص الدايلوج التاني ده هنعمله ما تقلقوش، بس لما يجي وقته. احنا كده خلصنا التصميم بتاع التطبيق، نخش على المحاضرة الجاية وهنبدأ بالفعل بقى في الشغل بتاعنا اللي هو SQL Flight، وهنستخدم الستيت مانجمنت اللي هي الكيوبت. استناكم المحاضرة الجاية، وشكرا لكم.